مع إشراقات ساعات الصباح الباكر والشمس ترسل خيوطها المضيئة على ربوع الوطن المعطاء، والقلوب تعيش مباهج الفرح الوطني الذي يغمر النفوس سعادة وعزة، خرج أهالي ولاية منح يزفون مشاعرا جياشة من الولاء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، متوقفين مع ذكرى العيد الوطني 43 المجيد. نحن نقدم رسالة لمولانا حضرة صاحب الجلالة بأن نكون نتمنى أن نكون عند حسن الظن، وأن نقدم لهذا الوطن المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم كل ما أوتينا من قوة ومن جهد ونشاط. جموع غفيرة من أنحاء الولاية حريصت على المشاركة في هذا المشهد الوطني، شارك فيه الرجال والنساء والأطفال وطلبت وطالبات المدارس، فانطلق الجميع راجلين من حي الجامع باتجاه مكتب الوالي تتقدمهم كوكبة من الفرسان. أعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة أبقاه الله ارتفعت في الآفاق بسواعد الشباب المشاركين الذين عبروا عن اعتزازهم بأمجاد الوطن وبالمكتسبات التي تحققت في هذا العهد الزاهر الميمون. حفرنا لك حروف اسمك من كثر ما القلب يغليها في حرف القاف، قمة قمة القمة هلك أوطان يليه الألف آلاف الصفات المصطفى فيها، بعد حرفيك حرف الباء يثبت بنك البرهان إلى الواو الوطن قايد وفي وخير وافيها، ختام اسمك بيان يدل على إنك من خلقت سلطان، يا سلطان انطلب أرواحنا في الحال نرميها. وتغنت فرق الفنون العمانية وتغنى معها الشعراء بمنجزات الوطن وبما نالته الولاية من خدمات تنموية لامست مختلف أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة. يخرج أبناء ولايات محافظة الداخلية تباعاً خلال أيام نوفمبر المجيد، شأنهم في ذلك شأن محافظات السلطنة الأخرى، ولسان حالهم يلهج بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ الله عمان وقائدها المفدى. سعيد بن ذيب الهنائي، تلفزيون سلطنة عمان، من محافظة الداخلية، ولاية منح.